عملة النظافة هذية. دونك كيف جيت عن طريق الفيسبوك. دونك في لي جروب حطينا فما برشا شباب متطوع. دونك حطينا دي بوبليكاسيون سور فيسبوك، واللي بوبليكاسيون هذوما لقات اقبال كبير من عند الشباب التونسي. علاش؟ غيان كو الشباب نتاعنا اللي واعي على الاخر، واليوم بالحق نحبوا نغيروا تونس، ونحبوا ننظفوا تونس، ونحبوا بلادنا، ونحب نقول للسياسيين الكل راهو اذا كان الشباب هو اللي يحب يغير البلاد راهو يغير البلاد، مش بيديكم التغيير. ميرسي تونس، مرحبا بكم الكل، يجيو سندونا، ورانا كل جمعة في بلاصة، ورانا تونس باش ننظفوها، كو سوسوا سياسيا والا سور تيغان. ميرسي تونس. حملة نظافة كبيرة شفناها، الفكرة بدات في جروبات على الفيسبوك وتجسدت على أرض الواقع. صحيح، الفكرة بدات ديجا البارح، في أقل من 24 ساعة عملنا دي بيبليكاسيون على الجروب الكل، ما نتابعين حتى حزب، ما نتابعين حتى جمعية، احنا أنا نحكي على شخصي أنا، خاطر ثم شكون آخر تابعين جمعيات ولا حاجة شاركوا في الحملة هذيا. دونك تلمينا الكل دي بيبليكاسيون على الفيسبوك، الناس الكل يجيو العشرة متاع الصباح في ساحة برشلونة، راهو نحبوا ننظفوا، نحبوا نعملوا توعية، حملة تحسيسية هي بالأساس، ولكن هاكم معناها تفاجئنا كي جينا شفنا الوسخ هذيا في السكة متاع التران، في هنايا معناها مصب زبله تو تشوفوا بعديك تصاور، مازالوا غاديك جروب اخر ديجا قاعدين يخدموا، معناها قعدنا متفاجئين. الحمد لله جاوا الناس الكل، وهنا قاعدين نقوموا بالواجب نتاعنا وما غير ثم حتى مزي، هذا الكل من اجل تونس. حمله تحسيسيه، حمله نظافه ما نشوفوهاش كل يوم تقريبا. ايه، معناها احنا شنو جروب هو بديناه بفضلك، ومن بعد معناها تفهمنا لقينا برشا عباد خرجت، دونك قلنا احنا مش تابعين لا حزب لا اسوسياسيون، معناها شباب ديجا فما شكون رانا ننظفوا جاوا معنا، معناها كهو هي مبادرة. هي مبادرة معناها بديناها باخترنا حكاية، تو نكملوا فيها بالصحيح معناها، إن شاء الله نوصلوا نحبوا عليها. وأنت؟ صباح الخير، أنا حبيت نقول مبادرة جات من جروب بنات هذايا، بديناها هكاك بفضلك البارح في المدينة العربية، قاعدين ناكلوا، قاعدين هكايا ناكلوا نلقاو وسخ وكل شيء، قلت لها صاحبتي سرور اش قالك هيا نبداو من جروبنا، نحن جروب البنات نلموا تونس وننظفوا تونس ونقدوها هكا، وكانت المبادرة من غاديكا ما شاء الله، برشا بنات جاوا، واللي يلقانا في تونس لهنا في تونس العاصمة ساحة برشلونة الكلهم جاوا، واللي يلقانا ينظف يدخل معنا ويعطيهم الصحة، ديجا هاكم تراو كيفاش معناها كانت مسخة على الآخر، نظفناها وأي إنسان ينجم يجي ينظف بلاد ويجي، وان شاء الله تونس بخير، وان شاء الله مع قيس يا ربي تكون تونس احلى. فرحانه ان نلقى شباب بالحق متحمس انه شي ينظف بلاده، متحمس انه شي يخدم بلاده. هي كما قلت بيبليكاسيون، نحن جوست لقينا بيبليكاسيون في جروب، شجعنا جينا الحمد لله، معناها ما كنتش نتصور انه باش نلقى القبيله هذه الكل، خاطر اول ما جينا نومبر كان قليل على الاخر، ومن بعد الحمد لله شفت حتى العباد عاونوا بدبي بزمان، يسالك تقول لك تسحق حاجه ولا هذه حاجة تفرح على الآخر، أما حاجة أخرى بركة جوست نحن ماذا بينا نشجعوا الشباب ونزيدوا نقولوا للشباب أنه يخرج وينظف هذه بلادك، وأهم حاجة أنه الوعي، أنك تنشر ثقافة أنك ما ترميش في الشارع، ثقافة المواطنة العالمية لأنك ما ترميش حاجة في الشارع، أنت ما ترميش حاجة في الشارع، وكي تشوف شكون حط حاجة في الشارع زادة تقول له ما ترميش في الشارع. بإذن الله تونس تتبدل، كان كل واحد فينا يبدل من نفسه، بإذن الله بإذن الله بإذن الله تونس تتبدل. مهم انه ننصحوا، مهم انه نحكيوا ونقولوا ما تمسخش بلادك، خاطر اونفان انت تمسخ بلادك انت تضر. الامراض قاعده تتنقلك تشوف كيفاش معناها من الوسخ ومن الغباب، الواحد كان كل واحد فينا يتشجع وهو يبادر انه ما يرميش ويشوفوا غيره باذن الله. انت شفناك يعني تفاعلت مع الفكر هذه، وشفنا حتى بنتك ما شاء الله جبتها معاك وقاعده تنظف معاك. جبتها باذن الله باش اول حاجه تترسخ فيها انه تعرف بالحق قبيلي قالت لي غبره عليها، قلت لها ماذا بيا تعرف اللي الغبره هذيك تقلقها باش هي ما ترميش حاجه في الشارع، وباش تتعلم اللي راهو العباد ما يلزمش ترمي في الشارع، وما يلزمش هي زاده كي تبدا تاكل في حاجه بابي ولا اي حكايه ما تحاولش ترمي في الشارع، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تكون عسلامة. عسلامة. قولوا عسلامة. عسلامة. في جايه تعمل هوني؟ ها؟ في جايه تعمل؟ قولوا انا جايه نظف في تونس. نظف تونس فكرة باهية بصراحة، نحب أنا تونس على الأقل مرة في قداش ينظفوا لمحلة ما حقها كل يوم الحكاية تتعاود، وزاد ماذا بينا الناس زادا كي تنظف أنت ما يقعدش يعاود يوسخوها مرة أخرى، معناها هذه معناها رسالة موجهة للناس الكل باش الناس كلها تساهم، وإحنا الكل الغاية نتاعنا صحة وسلامة المواطن. حملة نظافة كبيرة شفناها اليوم في وسط العاصمة. إي صحيح،
احنا شباب تلامينا مع بعضنا، حابين نوريه اللي راه مش الرئيس الكهو اللي غير البلاد، راه احنا شباب قادرين ان نغير هالبلاد، وان شاء الله بشويه بشويه تتغير العقليه. برك باش تنجح الفكره هذه وتونس باش تولي افضل واجمل من قبل باذن الله. عنا امل في بعضنا وفي الشباب زاد. نحن جوج شباب متطوعين، ما ننتميو لحتى جمعيه ولا مجتمع مدني ولا حتى حزب، جوست حابين يعني اكل عرفتك الاحساس نتاع انه بلادنا رجعت نتاعنا يعني، دونك حابين نظفها. وفي اليوم يعني عيد جلاء، دونك في العاصمه معناها عندها رمزيه، كنا ننطلقوا بالعاصمه ومن بعديك ان شاء الله نكملوا في وسط الاحوام بلايص الاخرى. مش تتواصل الفكره هذه حسب رايك وباش تنجح؟ اي ان شاء الله بقدره ربي، على خاطر حسب ما نشوفه على الفيسبوك ثم وعي نتاع شباب قاعد يطلع، يعني قاعد ينمو الوعي نتاع الشباب. بقدره ربي ان شاء الله باش نحاولوا نكملوا الحمله هذه شاك ويكاند ان شاء الله. نظافة كبيرة شفناها اليوم تجوب خلينا نقولوا العاصمة وشوارعها. لو كنت تحكي لنا كيفاش بديت الفكرة هذه؟ والله هي بديت فكرة على الفيسبوك، بديت بستاتيو تعمت عند الناس الكل. ديجا كنشوف مواقع التواصل الاجتماعي اي جروب توا اللي يحكي عن نظافة، مثلا تشوف معناتها في الولايات الكل، راه مش بالتحديد كان في تونس كل. ان شاء الله تتعم وان شاء الله نشوفوا حاجة وفكرة جديدة من عند الشباب، وان شاء الله كل مرة نشوفوا حاجة جديدة. الفكره هذه باش تترسخ خلينا يعني نقولوا في اذهان التوانسه وباش يولوا يقوموا بها، معناها ديما تولي عاده. والله ان شاء الله هي فكره معناتها كما قلت لك بدات من الفيسبوك. اي ما شنو تحس معناتها بعزم، معناتها حاجه مش نتاع نهار وباش يقصوا عليها، حاجه ان شاء الله تتواصل وحاجه باهيه معناتها لتونس الكل ان شاء الله. فهمتني؟ ان شاء الله ان شاء الله نشوفوا تونس جديده. شنو الميساج اللي تحب توصله مثالك عن نظافه باش ما يطيشوش؟ باش والله شوف نظافة نوصلوا المساج اللي نوصلوا كل واحد ينظف من قدام داره. كان بديت الحكايه هذيك راه تونس كامله تولي نظيفه، وان شاء الله ان شاء الله انا متفائل وان شاء الله فما كان الخير. الحقيقه بدينا على الفيسبوك لمينا بعضنا جروب وتفاهمنا باش نجيو هوني. نبداو حمله النظافه من العشاء نتاع الصباح، هاك تشوف جماعه برشا كبار صغار نساء رجال اللي يقرا اللي يخدم الكل جينا، وهنا معاونين بعضنا كل واحد شنو جايب، كل واحد باش تطوع وقاعدين ننظفوا في بلادنا. حسب رايك الفكره هذه باش تترسخ في اذهان التوانسه باش تولي عاده باش ديما ينظفوا ديما يعني كيفاه؟ نحن ماذا بينا تكون عاده والناس الكل تشارك معانا والجروب يكبر اكثر واكثر والكل نعاونوا وننظفوا بلادنا. انا جاتني انفي على الفيسبوك، عملت معناتها دخلت جيت نشوف نلقى معناتها في برشا بلايص في تونس اللي هذا معناتها يعاون في حومته مع ناس كبار وصغار، وعاد اليوم عيد الجلاء دونك ما فماش لا خدمه لا قرايه. يا اخي تفهموا نلقى بوبليكاسيون قال لك العشرة في سنتر فيل باش يعاونوا، هيك جيت وكلمت صاحباتي. كلمت صاحباتك باش يتلموا باش تنظف؟ الاكثريه ما نعرفوش بعضنا، معناتها انا جيت نلقى جروب معناتها مشيت قلت لهم نحب نعاون معاكم. الحمد لله هذه فكره بدات شير فيسبوك، دي جروب شير فيسبوك مع شباب ما نعرفهمش لا يعرفوني، تلمينا دون دي جروب معناتها في فيسبوك، وبعد لمينا بعضنا معناتها بشويه بشويه جينا هنا لساحه برشلونه. والحمد لله معناتها هذه حاله وعي نتاع الشباب، ماذا بينا معناتها تتواصل، يقول لي لازم الشباب معناتها يعرف اللي هو معناتها يجم يبدل بلاده بمبادرات هكايا معناتها سهلة مهلة، يلموا بعضهم الشباب في فيسبوك ويعملوا مبادرة كما هكا، وإن شاء الله تتواصل معناتها، إن شاء الله نهار الأحد الجاي معناتها زادها معملين باش نمشيو لبلايص أخرى،
وربي يوفقنا إن شاء الله. هي حملة تطوعية، اليوم نحن كشباب نحب نكونوا فاعلين في المجتمع، قاعدين نحاول نغيروا الفكرة اللي كانوا ماخذينها الناس كل على الشباب. أول ما بدأت الحاجة هذه كانت في الحملة الرئاسية ونسبة الكبيرة للمشاركة، وتوا إن شاء الله باش تكون فما برشا مبادرات. هذه من أول المبادرات اللي بدينا بها، إن نحاولوا ننظفوا البلاد متاعنا. هاكم تشوفوا لهنا محطة برشلونة، هي وجه البلاد، برشا أوساخ، برشا فضلات، الناس نحبوها تكون فاعلة. لعل الحركة هذه متاعنا تخلي برشا عباد تطوع على قدام وتعاونا، وبقدرة الله ما تشوفوا منا كان الخير. الفكرة هذه بديت بشوية بشوية، دونك أنا لقيتها في جروب في الفيسبوك اسمه ديامونتا، دونك عجبتني برشا الفكرة هذه، وحسيتها حاجة مهمة برشا باش تونس تقدم إن شاء الله لكلنا يد واحدة باش تونس تكون خير. باش تترسخ يعني الفكرة هذه كيفاش حسب رأيك؟ حسب رأيي إنه كل تكون حاجة هذه كل جمعة مثلا نعملوها مبادرة، كل جمعة نعملوا نفس الحملة هذه، بشوي بشوي تترسخ إن شاء الله في تونس الكل. أنا نحب نوصل للشباب الكل، نقول لهم إنهم بأقل حاجة نجموا تعاونوا بلادنا هذه باش تنظاف، دونك ما وضع بينا ما تطيشوش البابيي ولا أي حاجة، راه تنجم تساهم فيها باش إنه تونس تنظاف إن شاء الله. صلي على النبي يعطيهم الصحة، صغار شباب الكل واقف بالقدا بالقدا، ويلزمنا نقف في بلادنا كل شيء، الكل في كل شيء، مش في النظافة، كل يلزمنا نتعاون ونقف اليد في اليد. تفاجأت من الحملة هذه؟ أول مرة شفتها بقيت بيت، والله يعطيهم الصحة وبرافو الصحة تهم الصحة، ونقفوا هكا لبنادم وكل شيء كل شيء. شنو تحب تقول يعني للعباد للناس باش ينظفوا البلاد باش تبدل البلاد؟ ينظفوا بلادنا، نقفوا لها في كل شيء، في النظافة في كل شيء، نعاونوا بجهدنا بكل شيء، حتى نتبرعوا بنهار نهار خدمه باش نوقفوا البلاد، يلزمنا هكايا كانش بلادنا راهي مش تضيع منا. شفناك تصور منبهره من الحمله اللي قاعدين يقوموا بها الشباب. والله بالطبيعه يا اخي اذا كان يبدلوا الشباب هكايا، هذه عقليه جديده تولي، واحد يحس بالمسؤوليه وينظف بلاده وهو بيده، كان كل مواطن يخرج ينظف قدام داره البلاد الكل تنظف، راهي فهمتني. انا بصراحه نحمل المسؤوليه قبل البلديات وقبل اي حاجه، قبل الحكومه نحملها المواطن، هو اللي قاعد يوسخ صحيح ولا لا؟ فهمتني؟ هذا هو رأيي، أنا من رأيي أن المواطن هو اللي بادر معناها بنظافته. أنا بصراحة عجبتني الحملة وحسيت اللي معناها فيها مسؤولية كبيرة. باش تترسخ في حسب رأيك في أذهان التونسي وأذهان المواطن التونسي باش يولوا ديما ينظفوا وديما يحافظوا على نظافة بلادهم؟ بالطبيعة يا حبذا، هنا هاني من اللي معناتها ريت الموقف، معناها ريت شباب قاعدين ينظفوا الكل، حسيت بمسؤولية وعجبتني معناها الحكاية، وديريكت عبر تليفوني وحبيت نصورهم معناها باش ننشر الفيديو ونقول راهو شوفوا معناها الشباب كيفاش قاعد يعمل. ويزم كل مواطن يتحمل مسؤوليته باش معناها يبادر بنفس المبادره، وكهو نحسوا بالمسؤوليه تجاه بلادنا، راهو احنا اللي قاعدين نوسخوا فيها واحنا لازمنا ننظفوها، ما نستناوش راهو ما نستناوش لا الكبار ينظفوا لا غير، احنا نبداو ومن بعد يعمل ربي دليل، نحاسبوهم كي ما يقوموش بالواجب. حمله نظافه كبيره كما قلت لك، شفناها اليوم تجوب شوارع العاصمه التونسيه، شنو رايك؟ والله يعطيهم الصحه الشباب، يعطيهم الصحه، هاك تشوف فيها نساء ورجال، ويعطيهم الف صحه. كان جيت نقدر راني انا اول واحد معاه، حاجه باهيه. تفاجات بالحمله هذه يعني؟ لم بما اني نستعمل فيسبوك ما تفاجاتش، نقرا فيها وباركتها. انت معنا قلت شفتها في فيسبوك، وقت اللي شفتها في الفيسبوك توقعت انه الفكره هذه باش تتجسد على ارض الواقع وينظفوا؟ الحق كلامه برا، ماك تعرف الفيسبوك يهبط لك 10 حاجات 10 حكايات، اربعه فيهم صحاح وسته غلطي. ما توقعتش اللي باش كيما هكا بالواحد بالكيفيه هذيا، ويعطيهم الصحه ويرحم والديهم، فكره هايله. اش خصك كل واحد يخمم هكا، اللي ينظف اللي ما نعرفش انا اي حاجه ينجم يعملها يعملها. شفناك تغزر هكا ومنبهر، عجبتك الحمله؟ عجبتك الفكره؟ خارق العاده، خارق العاده، ان شاء الله ديما يكثروا من هكا تنظافه، احسن حاجه هكا، قال الناس كل معناتها ناحي وما يوسخوش وكل واحد يحط الحاجه في بلاصتها، ما يصيرش الشيء هكا معناها
اما حاجه خرق العاده يعطيكم الصحه والله ما احسن حد طعم. ايوه شنو المساج اللي تحب توصله باش الناس تحافظ على نظافه بلادها ونشوفوا تونس خير من هكا؟ ماذا بين الناس الكل تستحفظ على النظافه، وماذا بين الناس الكل تخفق على كل انسان، هذه حاجه معناتها مصلحه للناس الكل، هذه مصلحه للناس الكل ونظافه باهيه يا ريت. ما فماش حاجه، كل حاجه يجي هيك الحاجه يلوحها هكاك يجي دبوز ماء ولا حاجه يفرق يطيشها كما يجي يحطها في بلاصتها. على ما تبدا الامور نظيفه وتبدا بلادنا كلها نظيفه وتبدا امورنا واضحه.